عندنا الفيكتور سب سبيس، فضاء الاتجاهي الجزئي، فضاء الاتجاهي الجزئي، سب سبيس فضاء جزئي، فيكتور سب سبيس فضاء جزئي اتجاهي. طبعا ببساطة ما هو معنى الفضاء الجزئي؟ هذا V فضاء اتجاهي. إذا كان عندي مجموعة W، مجموعة جزئية من ال V، يقول لك let W be a non-empty set subset، مجموعة جزئية غير خالية، نقول عن هذا ال W اللي هي المجموعة الجزئية أنها هي برضه vector subspace فضاء جزئي، يعني هي مجموعة جزئية الآن فقط، معناتها نقول عنها أنها فضاء جزئي. إذا كانت هي نفسها تحقق شروط الفضاء الجزئي مع العمليتين المعرفتين على V، يعني V فضاء جزئي ليش؟ لأنه يحقق الشروط من 1، 2 إلى 10. نقول عن W أنها فضاء جزئي إذا حققت هذه الشروط، الشرط الأول والثاني والثالث إلى 10. طيب عندنا نظرية تختصر لهذه القضية، بدال ما أشيك على الشروط العشرة هذه أشيك على شرطين فقط، أشيك على شرطين فقط، إذا تحققت بالنسبة لـ W فمعناته أن الشروط البقية الثمانية الباقية متحققة، وبالتالي تصبح W فضاء جزئي. ما هي هذه الشروط العشرة؟ على شرطين آسف، الشرطين يقول لك نفس طبعاً المقدمة let V be a vector space و W non-empty set، non-empty subset مجموعة غير خالية، نقول أنها تشكل subspace متى؟ إذا تحقق الشرطين، الأول for every x and y في W، x زائد y برضو في W، حاصل الجمع في W. لاحظ معي هذه V، هذه W، يقول لك لو أخذت عنصرين x و y في W حاصل جمعهم برضو لازم يكون في W. طبعا أنا متأكد 100% أن حاصل جمعهم لن يخرج من ال V، يعني ممكن يكون هنا برا، لا ليش؟ لأن V مغلقة تحت، هذا شرط أول شرط من شروط الفضاء الجزئي، V بما أنها فضاء جزئي إذن هي مغلقة تحت عملية الجمع، إذن عملية الجمع تتم حاصل الجمع موجود فيها، لكن ما لكن عندنا لو حصل أنه موجود في W إذا نقول أن الشرط الأول تحقق. طيب الشرط الثاني ما هو؟ أن لو أخذت أي ريال نمبر C ضربته في العنصر X برضه الناتج بيكون في W، CX سيكون في W، هو حتما سيكون في V لأنها فضاء جزئي، لكن ما يكفي لابد أن يكون في W، بمعنى آخر W مغلقة تحت عملية الجمع وعملية الضرب في عدد قياسي. إذا كانت W مغلقة تحت عملية الجمع وعملية الضرب في عدد قياسي إذن هي فضاء جزئي، الشروط الثمانية الباقية يمكن إثبات أنها متحققة. طبعا الإثبات ليس مقررا عليكم، فبالتالي سنأخذ نص النظرية فقط. أمثلة على هذه القضية، مثلا يقول لك consider the vector space M2x2 اللي هو set of all matrices of type 2x2 و consider the set W which contains all matrices of the form A, B, C, 0. إيش الفرق بين W وبين M2x2؟ M2x2 مصفوفات من النوع 2x2، W داخل جزئية منها بس وش فيها؟ فيها مصفوفات بهذا الشكل A, B, 0, 0, C. إيش اللي يميزها؟ أن هذا العنصر لازم يساوي صفر، أن هذا العنصر لازم يساوي صفر. مثلا 1, 2, 0, -5 هذا ينتمي إلى W لأن هذا صفر. 0, 0, 0, 1 برضه ينتمي إلى W لأن هذا صفر. طبعا أنا ما تهمني العناصر الباقية، ممكن تكون أي أعداد حقيقية إلا هذا لازم يساوي صفر. لو مثلا أخذنا 0, 0, 1, 0 هذا لا ينتمي إلى W لأن هذا العنصر لا يساوي الصفر، وهكذا. طيب نبغى نتحقق أن فضاء جزئي ولا لا، نأخذ عنصرين عشوائيين في هذا المجموعة محل الدراسة اللي W ونجمعهم مع بعض ونشوف هل الناتج ينتمي إلى W ولا لا.
نجمع هذين العنصرين مع بعض اللي هي مصفوفتين، إذا جمعناهم بيصير عندي هذا المصفوف A زائد X B زائد Y C زائد Z، وهنا 0 زائد 0 ب 0. إذن هي تحقق، إذن هي على شكل عناصر W، هذه الزمرة آسف هذه المصفوفة على شكل عناصر W، إذن تنتمي إلى W، إذن تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني أخذ عنصر من المجموعة محل الدراسة وأخذ عدد حقيقي وأضربهم في بعض، هذه R في هذه المصفوفة، انطلع الناتج ينتمي إلى W، إذا تحقق الشرط الثاني، طلع ما ينتمي إلى W، إذا لم يتحقق الشرط الثاني. لو ضربنا بنضرب الـ R طبعا في كل العناصر، فيصير عندي R A R B R C، وهذا برضو ما زال 0، إذا الناتج ينتمي إلى W، إذا تحقق الشرط الثاني، وبالتالي تحقق الشرطين، إذا W is a vector subspace of M 2 by 2. لو أخذنا مثلا هذه المجموعة consider the subset W A و B 1 حيث A و B تنتمي إلى R، لاحظ هذه ثلاثيات مرتبة، إذا W جزئية من R3، R3 كل الثلاثيات المرتبة، W ليس كل الثلاثيات المرتبة، وإنما فيه شرط لها هو أن المركبة الأولى عدد حقيقي زي ما أقول لك هنا، والمركبة الثانية عدد حقيقي، المركبة الثالثة دائما تساوي 1، فبرضو للتوضيح مثلا سالب 2 3 1 هذه تنتمي إلى W، سالب 2 3 0 هذه لا تنتمي إلى W، أي عدد هنا غير الواحد معناته الثلاثي المرتب لا ينتمي إلى W. طيب نفس النظام، نأخذ عنصرين اختياريين من المجموعة محل الدراسة اللي هي W، نجمعهم ونشوف، لو جمعناهم A B 1 X Y 1 لو جمعناهم بيصير A زائد X B زائد Y، 1 زائد 1 باثنين، اختل الشرط لأن الشرط يقول لازم المركبة الثالثة لازم تساوي 1، هنا المركبة الثالثة ساوت 2، إذن لم ينتمي إلى، إذن هذا الثلاثي المرتب لا ينتمي إلى W، إذا الشرط الأول غير متحقق، إذا ليس فضاء جزئيا، ما في شرط، ما في داعي تحقق من الشرط الثاني، لأنه إذا اختل شرط واحد خلاص. So the first condition is not satisfied. Thus, W is not a vector subspace of R3. طيب لو أخذنا برضه مثال بهذا الشكل، هنا لاحظ بعض الناس ممكن يحل هذه المسألة مباشرة، يعني احنا سوينا شيكنا على الشرط الأول لقيناه غير متحقق، لقيناه غير متحقق، بعض الناس ينظر إلى الموضوع بشكل آخر ويقول لك ما يحتاج أن نسوي هذه كلها، W بهذا الشكل 0 0 0 لا ينتمي إلى W، لأن الشرط، لأن المركبة الثالثة ما تساوي 1 تساوي 0، 0 0 0 لا ينتمي إلى W، إذا W ليس فضاء جزئيا، لأن ما فيه عنصر صفري، ما فيه عنصر صفري، والعنصر الصفري وجوده شرط أساسي للفضاء الخطي، فبالتالي بما أن ما في صفر إذا هو ليس فضاء خطيا، إذا ليس فضاء جزئيا، خطيا جزئيا أو فضاء اتجاهيا جزئيا من R3. طيب R4 هذه رباعيات مرتبة، يقول لك إيش الشرط حقها، المركبة الأولى عدد حقيقي، المركبة الثانية لازم تكون صفر، المركبة الثالثة لازم عدد حقيقي، المركبة الرابعة تكون حاصل جمع الأولى مع الثالثة، مثلا لو كان عندي هنا 1 وصفر وسالب 3 وسالب 2 هذه تنتمي إلى W، ليش؟ لأن المركبة الأولى عدد حقيقي، المركبة الثانية صفر، المركبة الثالثة عدد حقيقي، المركبة الرابعة حاصل جمع الأولى مع الثالثة، إذا تنتمي إلى W، لكن 1 صفر سالب 3 2 لا ليس عدد، لا ينتمي إلى W، لأن تحقق هذا عدد حقيقي، هذا الصفر هذا عدد حقيقي، لكن المركبة الرابعة لا تساوي حاصل جمع الأولى مع الثالثة، فبالتالي لا ينتمي إلى W. طيب أنا عشان أدرس هل هو فضاء خطي لازم أدرس جميع عناصره، ندرس جميع عناصره، إن نأخذ عناصر عشوائية منه، فنأخذ عنصرين عشوائيين،
على شكل عناصره، عدد حقيقي صفر، عدد حقيقي حاصل جمع المركبة الأولى والثالثة، عدد حقيقي صفر، عدد حقيقي حاصل جمع المركبة الأولى والثالثة كمركبة رابعة. اجمعهم الحين مع بعض، إذا جمعتهم مع بعض ينتج عندك هذا العنصر A زائد X، 0 زائد 0 ب 0، B زائد Y، وبعدين A زائد B زائد X، A زائد B زائد X. طيب هل هذا على شكل عناصر W؟ نشوف، نرتب الموضوع شوية، خلنا نرتبه، يعني مجرد ترتيب الأقواس اللي أضفتها هذه مجرد ترتيب، نحط قوس هنا هذا هو، وقوس على هذه هذا هو، وبعدين هذولي A زائد B زائد X، أبجيب الـ A الـ X جنب الـ A، وبجيب الـ B جنب الـ Y. طبعا عملية الجمع الأعداد بدالية فيجوز لي هذا الشيء. إذا لاحظ معي وش حصلت عليه، المركبة الأولى عدد حقيقي، المركبة الثانية صفر، المركبة الثالثة عدد حقيقي، المركبة الرابعة حاصل جمع المركبة الأولى اللي هي زائد X مع حاصل جمع المركبة الثالثة اللي هي B زائد Y. إذا هذا على شكل عناصر W، وبالتالي ينتمي إلى W. إذا تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني، أخذ عنصر من المجموعة محل الدراسة وأخذ عدد حقيقي، أضربهم في بعض فيصير عندي CA 0 CB زائد CA زائد CB. لاحظ يحقق الشرط، المركبة الأولى عدد حقيقي، المركبة الثانية صفر، المركبة الثالثة عدد حقيقي، المركبة الرابعة حاصل جمع الأولى مع الثالثة، إذا ينتمي إلى W. إذا تحقق الشرط الثاني، وبالتالي الـ W is vector subspace of R4.